عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلي اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم بفضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة معنا فيها نموذجين كانوا معنا في الحلقة الماضية إن شاء الله، وهم من أكفأ النماذج وأحسنهم إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحكمة على ألسنتهم وأن يجعلهم يا رب بحق ذخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم أمين. تعالوا بنا نتعرف عليهم في بداية هذه الحلقة. معي ومعكم النموذج الأول، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه، ابننا محمد سعد، خطيب مفوه وصوته نادي جميل، نرحب به. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمد، ومنور يا عسل. وده اللقاء الثاني على التوالي هو إن شاء الله، وأسعدتنا في اللقاء الماضي، وإن شاء الله النهاردة تسعدنا أكثر وأكثر بصوتك النادي الجميل بإذن الله. وأما النموذج الثاني، ابننا المتألق دائما، ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه، أحمد السيد إسماعيل، للقاء الثاني برضو على التوالي، ربنا يحفظه ويبارك فيه، نرحب به إن شاء الله. أهلا وسهلا مرحبا، ومنور يا أحمد، ومنور الدنيا ما شاء الله، ما شاء الله، العمة دي جميلة أوي عجباني إن شاء الله. ربنا يحفظك يا ابني ويبارك فيك ويحفظ كل مشاهدي قناة الرحمة ويبارك فيهم يا رب وفي أبنائهم ويسعدكم جميعا في الدارين الدنيا والآخرة. ولقد اعتدت مع حضراتكم في كل حلقة أن نقدم هديا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنربي أبناءنا عليه التربية الإسلامية وننشئهم التنشئة الإسلامية التي هي أمانة في أعناق الأبوين، وسنسأل عنها جميعا والله بين يدي الله. فماذا أنت قائل لربك يوم أن تقف بين يديه مشددا عليك في السؤال؟ وتعرف من شدة السؤال ده يمكن لا أكون مبالغ والله لو قلت لحضراتكم وقتها لن تعرف إجابة للسؤال ولا سؤالا للإجابة. فاعمل اللي عليك وربك سبحانه وتعالى ينجيك، اعمل اللي عليك وربنا مش هيضيع تعبك وهيبارك لك في صحتك وعيالك إن شاء الله. بر الأبوين، البر ربنا أمر به، والإحسان إلى الأبوين أمر الله. أحسن ناس تحبهم في الدنيا أبوك وأمك، أفضل شيء تقدمه لأبوك وأمك، أبوك وأمك أفضل شيء تقدمه هو البر والإحسان. والبر مش بس عطاء، لا، بذل جهد وطاقة من أجل راحتيهما. مش قلنا في الحلقة الماضية إن الأعرابي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يكون رجلا يمانيا، أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله جئت أبايعك بماله ونفسه، فلوسه معاه ونفسه، للجهاد في سبيل الله يا رسول الله. فسألوا النبي السؤال المعتاد، أحي والديك؟ قال له آه، أبويا وأمي بخير والله، ولقد تركتهم يبكون، بس أنا الجهاد عندي ومع رسول الله حاجة تانية خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، ارجع إليهما ففيهما فجاهد. والجهاد كما تعلمون وقلت لحضراتكم بذل الجهد والطاقة، يعني كل جهدك، كل تعبك، كل مالك لمين؟ إن ما كانش لأبوك وأمك الأول، قبل نفسك وعيالك، مش فضلهم عليك كبير؟ ومش ربنا نهاك انك تتأفف بس قدام ابوك وامك؟ ايوه. طب لو فيه كلمه اقل من اف قول لي عليها. مفيش، ليس هناك اقل من كلمه اف، ما تقولهاش ابدا قدام ابوك وامك. طب يا مولانا انا راجع من الشغل وتعبان، مش بقول لهم بقى، رميت اللي في ايدي وقلت اوف تعبان من تعبي، بس بقول كده، قولها بعيد عنهم، ما تقولهاش قدامهم. للدرجه دي؟ اه والله، والا يبقى في عقوق وهتسال عنه بين يدي الله. طيب خد بقى الزهره الرابعه من الستة زهور من كلام الحبيب الرسول صلى الله عليه واله وسلم، بر الوالدين. اسمع كده الزهره دي بعنوان الجنة تحت أقدام الأمهات. الجنة تحت أقدام الأمهات؟ آه. طب كيف ذلك؟ روى الحاكم في مستدركه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله جئت مبايعة؟ لا لا لا، المرة دي استشارة فقط. إيه؟ جئت أستشيرك،
استشارة في الهجرة والجهاد. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم السؤال المعتاد: أحي أحد والديك، أبوك أو أمك؟ قال: نعم أمي يا رسول الله. أمك بس؟ قال: أمي يا حبيب الله. قال: ارجع إليها، اسمع اسمع حضرتك، ارجع إليها والزم رجليها فإن الجنة تحت قدميها. يا الله، اسمع يا من تضرب أمك، اسمع يا من تفضل زوجك على أمك، اسمع يا من تقدم لزوجك وكأنها أميرة تؤمر ورهن إشارتها، بل انت خبيتها التقيلة. أو الله العظيم، أمك ولا زوجتك؟ أمك ثم أمك ثم أمك. لو دخلت الجنة برضا أمك، لو زوجتك دخلت الجنة برضاك أنت، أليس لك عقل؟ أليس عندك قلب؟ أنت ما تفكر، مش دي أمك اللي سهرت بيك وتعبت من أجلك أيام وأعوام؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ الناس اتلخبطت ليه وحياتهم بقت كدر ونكد بسبب إيه؟ بسبب العقوق، بسبب تفضيل الزوجة على الأم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم يا رب من البارين بآبائهم وأمهاتهم. تعالوا بنا حول البر ندندن ونستمتع بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واللي هيكلمنا ابننا محمد سعد عن بر الأبوين. مستعد؟ بإذن الله. وبر الأم بالأخص. بإذن الله. تفضل يا حسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. حقا إنها الأم، مكونة الأمة، هي أم الإنسان وأصله وعماده الذي يتكئ إليه ويرد إليه. قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وكون الشيء أصلا وعمادا دليل بارز على علو الشأن. ألا ترون أن أم البشر حواء، وأم الكتاب الفاتحة، وأم الكرى مكة، وفي ثنايا العلوم كتاب الأم للشافعي، هي أمك خير حانية، لطيفة المعشر، تتحمل الجفوة وخشونة القول، تعفو وتصفح قبل أن تطلب منها الصفح والعفو. حملت جنينا في بطنها 9 أشهر يزيدها بنموه ضعفا ويحملها فوق ما تطيق عناء، وهي ضعيفة الجسم واهنة القوى. ثم تأتي إليها فإذا ما أوضعتك إلى جانبها نسيت آلامها، ثم تعلقت آمالها عليك فترى فيك بهجة الحياة وسرورها، تخاف عليك من رقة النسيم. تقول عائشة رضي الله عنها: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت الأم كل واحدة منهن تمرة ورفعت إلى فيها، أي فمها، التمرة التي تريد أن تأكلها فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي تريد أن تأكلها بينهما، فاستعجبت من أمرها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها الجنة أو اعتقها من النار. اتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن للأم مكانة غفل عنها جل الناس بسبب ضعف الوازع الديني المنجي من الوقوع في الإثم والمغبة. وليتق الله الأولاد، وليقدروا للأم حقها وبرها، ولينتهي أقوام عن عقوق أمهاتهم قبل أن تحل بهم عقوبة الله وقارعته. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم عليكم عقوق الأمهات. وقال 3:
إن الله يوصيكم في أمهاتكم. وعن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء، وذكر منها: وأطاع الرجل زوجته وعق أمه. العيش ماض، العيش ماض فأكرم والديك به، والأم أولى بإكرام وإحسان، وحسبها الحمل والإرضاع تدمنه، أمران بالفضل نالا كل إنسان. أحبتي في الله، لا يستكسرن أحدكم بره بأمه أو يتعاظى ما يبديه لها، فبره لأمه طريق إلى الجنة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه حدث ابن عمر أنه شهد رجلا يمانيا يطوف بالبيت ويحمل أمه على ظهره ويقول: أنا لها بعيرها المزلل، إن أزعرت ركابها لم أزعر. الله ربي، الله ربي ذو الجلال الأكرم، حملتها أكثر مما حملتني، فهل تراني جزيتها يا ابن عمر؟ فهل تراني جزيتها يا ابن عمر؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. فاتقوا الله معاشر المسلمين، وأحسنوا إلى أمهاتكم يحسن إليكم أبناؤكم. قال تعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لأمك حق، لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديها يسير. فكم ليلة، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها آنة وزفير. وفي الوضع لو تدري عليك مشقة، وفي الوضع لو تدري عليك مشقة، وفي الوضع لو تدري عليك مشقة. لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم مرة، فكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير. فآه، فآه لذي عقل ويتبع الهوى، وآه لأعمى القلب وهو بصير. فدونك فارغب في دعائي، في صميم دعائها، فأنت لما تدعو إليها فقير. ثم أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله تعالى أن أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة ثم يرمى بي في جهنم، ثم أعوذ بالله تعالى أن أذكركم به وأنساه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله، عسل. ربنا يحفظك ويعسلك انت واحمد السيد اسماعيل. كفر الشيخ بتجيب رجاله ما شاء الله حلوين، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ويثبتهم على الحق الذي يرضي الله تبارك وتعالى. هكذا يكون البر بالابوين عملي. وخد عندك الساعي على ابويه، حركاته وسكناته وعمله ومجلسه، كل ذلك مكتوب في ميزان حسناته. وهذه هي الزهرة الخامسة من هذه الباقة النيرة من كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تاني، الساعي على والديه، حركاته وسكناته وعمله ومجلسه، والله وأكثر من ذلك مكتوب في ميزان حسناته ببره بأمه وأبيه. والشاهد حديث رواه كعب بن عجرة بيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يوما مع أصحابه الكرام، وإذ بهم يمر عليهم شاب، اسمع، أعجب الناس بجلده ونشاطه، بإيه؟ قوته وجسمه ونشاطه. فقالوا: ألا، يعني هو الصحابة برضو كانوا قاعدين يبصوا على الناس الرايحين وجايين؟ لا، بس مش زينا. لما تشوفهم هيقولوا إيه؟ واسمع، إنما إحنا إلا ما رحم الله، قاعد يبص على الناس، ده رايح فين وجاي منين وكان حلته إيه؟ طب جاب ده كله منين؟ أنت مالك؟ امسك لسانك. هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا بحصائد ألسنتهم؟ وأبو بكر الصديق الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بلسانه وقال: ما فيش حاجة في الدنيا أحق بالحبس من لساني.
شاهد هم قاعدين بس غير قعدنا احنا، وبيتكلموا وشايفين الناس غيرنا احنا برضو، بس لنا فيهم الأسوة. أيوة، قدوتنا النبي والصحابة الكرام. قالوا يا رسول الله انظر هذا الشاب بجلده ونشاطه، لو كان هذا، شوف قالوا ايه، لو كان هذا بجلده وقوته ونشاطه في سبيل الله، يعني بيتمنوا الجهاد، ما قالوش حاجة تانية كبيرة تغضب ربنا، زي ما بنقول إلا ما رحم الله. لو كان هذا بجلده وقوته ونشاطه في سبيل الله بيتمنوا الجهاد، فتمنى الجهاد. من لم تحدثه نفسه بالجهاد ففيه خصلة من خصل النفاق. يعني فتش عن نفسك وشوف نفسك بتحدثك بماذا. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع جمل، ما فيش أجمل ولا أحسن من هذه الجمل. اسمع، الأولى قال صلى الله عليه وسلم: لو كان خرج بنفسه يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. يا الله. تاني لو كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. في سبيل الله ليه؟ أصله خارج علشان يطعم أبوه وأمه، يرضي أبوه وأمه قبل نفسه وقبل زوجته وقبل عياله، أبوه وأمه. طب والتاني يا رسول الله؟ قال: ولو كان خرج يسعى، اسمع كده، على نفسه يعفها، مقطوع من شجرة، ملوش لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، عايش بمفرده، عايش بالحلال الطيب، يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. ودي برضو جميلة جدا. ولو كان خرج يسعى، اسمع بقى للنقطة هذه، ولو كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. ايه؟ إن كان خرج يسعى على نفسه رياء ومفاخرة، يعني كل ما يتكلم يقول هو مين زي، أنا راجل كسيب، أنا راجل بشتغل، أنا راجل مش عارف إيه، أنا راجل. يا عم حاسب، أنت مين يا غلبان؟ أنت مين يا مسكين؟ والله أنت ما تسوي نقطة في مصحف جنب الرعيل الأول. كان الواحد فيهم لو قدم حياته والغالي والنفيس لأبوه وأمه يقول والله ما وفيتهم حقهم. إنما أنت النهاردة خد إيه؟ حاسب بلاش كبر، بلاش عناد، بتغلط نفسك. النبي حذر من كده وقال: ولو كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. طيب مش هيخرج كده، لكن ما عندوش أب ولا أم ولا أهل ولا غيره غير زوجته وعياله، دي برضو كويس. قال صلى الله عليه وسلم: ولو كان خرج يسعى على أولاده أو أهله فهو في سبيل الله. طالما التكسب حلال وماشي بما يرضي الله ويطعم الأولاد من حلال وراضي والحمد لله، زهزهت الدنيا الحمد لله، شدت عليه شوية بقول الحمد لله، دني أحسن من غيري الحمد لله. أقول لك قصة بسيطة كده. واحد في يوم عيد، في يوم عيد، عيد أضحى، الناس بتاكل لحوم، وهو ما عندوش لفقره وضعفه وقلة حيلته، بياكل فول نابت، ياكل ويرمي بالقشر من الشباك. وبعد ما خلص في يوم عيد وسامع الناس بره حاجة ما شاء الله، يوم عيد بيحدث نفسه، ما تلفظش، هو ما فتحش بقه وقال يا رب في نفسه، الناس بتاكل في يوم العيد لحوم وأنا باكل فول. وخرج وهو ما نطقش ولا فتح بقه بكلمة، بس فكر بس وإيه، والعقل اشتغل زي ما بتحصل لناس كتير. ما أنا بقول لك احمد ربنا ليه. طب اسمع، لما خرج وجد تحت الشباك من هو أشد منه فقرا يأتي بالقشر، بالقشر هيعمل ايه؟ يميط ما به من اذى وياكل. ولما شبع قال الحمد لله، وامسح بقه بقى كده وقول الحمد لله الذي اطعمني ورزقني من غير حول مني ولا قوه. صاحبنا قال يا الله، يا رب رضيت بالفول واقل من الفول يرضي، ده نعم الحمد لله. شفت بقى، اشكر ربك على النعم، غيرك محروم منها، اللي عنده زوجة ومش قوي غيره مش طايل، والله اللي عنده أبناء غيره مش طايل، اللي عنده شوية صحة غيره معدوم العافية مش قادر يقوم،
اللي عنده جار بيأذيه غيره مطلع عين اللي مش هقول والله العظيم. فاحمد ربك على النعم اللي عندك واشكر ربك عليها، ربنا يحفظك ويبارك لك في صحتك وفي عيالك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدوركم إن شاء الله ويبارك في أولادكم يا رب ويحفظكم جميعا. تعالوا بنا لابننا أحمد السيد إسماعيل، تحدثنا عن ماذا يا أحمد؟ الصبر على البلاء. الصبر على البلاء. والله ما هو برضو أنا في بلاء وابتلاء، كلنا والله محتاجين إن شاء الله للأمر ده في هذه الأونة، فلنصر ولنحتسب على ما أصابنا وأصاب المسلمين. تفضل يا حبيبي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته، الحمد لله الذي بسط الأرض بقوته، الحمد لله الذي اصطفى جبريل لحمل رسالته، الحمد لله الذي اصطفى إسرافيل لنفخته، الحمد لله الذي اصطفى ميكائيل لقطرته، الحمد لله الذي اصطفى ملك الموت لقبضته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك وصفيك من خلقك وحبيبك. أيا عبد كم يراك ربك عاصيًا حريصًا على الدنيا وللموت ناسيًا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويومًا عبوسًا تشيب فيه النواصيًا؟ لو أن المرء لو لم يلبث ثيابًا من التقى لتجرد عريانًا ولو كان كاسيًا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان أبا القاسم رسول الله حيا وباقيا، صلى الله عليه وسلم. لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. الصبر كلمة رقيقة رقراقة، ولكن الصبر في اللغة هو حبس اللسان وحبس الجوارح، هي حبس اللسان عن التشكي وحبس القلب عن الجزع. الصبر حلو مره ومذاقه، قال الله تبارك وتعالى في حق الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس بلاء يا رسول الله؟ من أشد الناس بلاء يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل فالأمثل، ثم الصالحون. ولكن يبتلى المرء على حسب دينه أو على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه. ولكن بعد كل هذا أن يأتي العبد أمام الله عز وجل وليس عليه خطيئة. عن عطاء بن رباح أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما، قال له: ألا أوريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: إنها المرأة السوداء، وشراح الحديث يقولون إنها بالفعل كانت امرأة سوداء، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أصرع، وهي مريضة بمرض الصرع، ولكن انظر إلى هذه المرأة، تحملت المشقة وتحملت التعب، صبرت على علتها وصبرت على مرضها. لماذا؟ لأنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه الدعاء وقالت: يا رسول الله، إني مريضة بمرض الصرع، ولكن حينما أصرع أتكشف تنكشف عورتها، فادعوا الله لي أن يسترني.
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن صبرت لك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فشفاك. فقالت: يا رسول الله أصبر ولي الجنة، ولكن يا رسول الله حينما أسرع أتكشف تنكشف عورتي. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالستر. انظر إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها المبتلى، يا أمة الله، يا أحبابي في الله، كلنا والحمد لله مبتلون، مبتلون في صحة، مبتلون في رزق، مبتلون في كل شيء. وأشد الناس بلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس بلاء هم الأنبياء. ولكن دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالستر، فكانت تسرع وهي ساجدة بين يدي الله تبارك وتعالى. هل هذا بعد كل هذا سعادة؟ هل هذا وبعد كل هذا فرح؟ الصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. حينما ينادي الله تبارك وتعالى على ملك الموت: عليك أن تصبر. فالصبر عند الصدمة الأولى، لما يقول الله تبارك وتعالى: أقبضتم روح ولد عبدي؟ فيقول: نعم يا رب. أقبضتم فلزة كبد عبدي؟ فيقول: نعم يا رب. ماذا قال عبدي؟ قالوا: يا رب حمدك واسترجع. فيقول الله تبارك وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا هو جزاء الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من هؤلاء يا رب؟ هؤلاء هم الصابرون المحتسبون. أقول لكم يا عباد الله، هم أهل الجنة. الصبر حسابه على الله، وثوابه وجزاؤه من الله تبارك وتعالى. وأقول لكم في هذه الأيام نحن في بلاء وابتلاءات، وأقول لهذا الجند وهذا الفيروس وهو كورونا، هذا هو الجند من جنود الله عز وجل، فعلينا أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى. أيها الفيروس حتما سوف ترحل، أيها الفيروس حتما، ويأمن من أذاك الخائفون. مع اسم الله ليس يضر شيء، فبإذن الله ستكشف يا كورونا. الصبر يا عباد الله، فعليكم أن تصبروا. ولكن مع كل هذا الصبر علينا أن نصبر لهذا البلاء، فهذا البلاء هو من الله تبارك وتعالى. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا أكتفي بهذا القدر، فيا عباد الله، الصبر وهو مفتاح الفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أحمد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظك يا ابني، وأن يرعاك، وأن يجعل في دعوتك القبول إن شاء الله، وربنا يثبتك على الحق الذي يرضيه. آمين يا رب. آمين. آمين. مشاهدينا الأكارم، البر والإحسان بقيت زهرة في هذه الباقة النيرة، وهي السادسة من فضل بر سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. والحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه: في يوم جاء إليه أعرابي وقال: يا أبا عبد الرحمن. قال: نعم. قال: كنت مع الخوارج وفعلت ذنوبا كثيرة،
كثيرة جدا. فهل من عمل إن عملته كفر الله عني ذنبي؟ غفر الله ذنبي؟ ألم أقل لحضراتكم هذه الباقة السادسة في هذه الباقة النيرة إن شاء الله بعنوان بر الوالدين يكفر الذنوب. يكفر الذنوب؟ والله كيف ذلك؟ أهو يا أبا عبد الرحمن كنت مع الخوارج وفعلت ذنوبا كثيرة، فهل من عمل إن عملته كفر الله ذنبي؟ قال له عد واسمع، أحي أحد والديك؟ برضه حتى الصحابة بيسألوا نفس سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى إليهم يسأل عن تكفير الذنوب، عن تفريج الكروب، عن أي شيء، عن الجنة تحت أقدام الأمهات، كان السؤال المعتاد وما بيتغيرش، أحي أحد والديك؟ قال له أمي. أنت كنت مع مين؟ مع الخوارج. من هم الخوارج؟ كلام ده برضو عشان يعرفوا أبنائنا الصغار، فرقة من الفرق الضالة. زي مين؟ زي الشيعة والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، فرق كتير ضالة. إلا أهل السنة، أسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب العالمين، فهم الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة، أهل السنة والجماعة اللي هم اقتفوا أثر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أنت يا ابني كنت مع الخوارج وفعلت ذنوب، أقول لك تعمل إيه؟ أحي أحد والديك؟ قال له أمي. أبويا مات بيقول كده، وأمي على قيد الحياة. فهل من عمل إن عملته كفر الله ذنبي؟ قال له أيوة، هي أمك. قوم يلا الآن. قال له كده، والله وأقسم له بالله، والله لو ألنت لها الكلام، لو إيه؟ ألنت، يعني كلامك بقى لين مع أمك، كلام لين وحلو وجميل، ما فيش فيه شدة ولا رفع صوت، ما فيش فيه توبيخ، ما فيش فيه وانت مالك، مش الأولاد كلهم بيعملوا كده إلا ما رحم الله؟ اوعى تنطقها، اوعى ترفع عينك في عين أمك، والله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة بسلام، بس بشرط، ما اجتنبت الكبائر. الله أكبر. قوم يا حبيبي يلا. قام من أمامه، من أمام عبد الله بن عمر، وهو أكثر الناس رواية للحديث، هو نفسه بيقول كده، ما كان أكثر مني رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو أكثر واحد، يعني أبو هريرة احنا بنسمع قال أبو هريرة، أبو هريرة، أبو هريرة كمان يحدث يقول والله ما كان أكثر مني حفظا للحديث عن رسول الله أو للرواية عن رسول الله غير عبد الله بن عمر. والسبب إيه؟ السبب قول، كان يكتب ولا أكتب، فكان يعرف البر كويس ويرشدون الناس بالبر والإحسان حتى لتكفير الذنوب. لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة بسلام، ما اجتنبت الكبائر. اسمع يا من تحرم أمك، اسمع يا من ترفع صوتك على أمك، اسمع يا من تفضل زوجك على أمك، وبكرر يا من تفضل زوجك على أمك، لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة بسلام. والعجب العجيب اللي ما شفت زيه أبدا، إن أحد الإخوة الأفاضل شكله ومنظره راجل ملتزم، شكله كده لحى وجلباب قصير، يعني الإمام هو، يعامل أمه وأبيه بقسوة لدرجة عمل وليمة ودعا إليها أصدقاؤه وأصحابه وأحبابه، أبوه وأمه تحت وهو في الطابق العلوي، وما شاء الله الناس طالعين ونازلين، كل ضيوفه كتير، ورائحة الطعام أبوه شممها وأمه وما بيسألش عنهم. تعرف أني سمعت والله، والله الذي لا إله غيره، أبوه بيقول لأمه إيه وأنا طالع، وأغضبني ذلك جدا، أغضبني إيه؟ الشخص نفسه صعب علي أبوه وأمه، أبوه وأمه بيقولوا لبعض، هو الواد ابن الإيه ده عامل إيه؟ ده ريحة الطعام جايبة آخر الشارع، يا ترى هينزل لنا ولا إيه؟ أبوه وأمه. الله أكبر. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، طلعت رحب بيا، قلت له معايا
انزل لأبوه وأمه. ده أبوك وأمك؟ قال آه. أنت عارف أنا قلبي بيتقطع بقول له كده ليه؟ وأنا طالع سمعت أبوك بقول كذا وكذا وكذا وكذا. أبوه قال لا يا عم الشيخ خلاص، وظن إن الواد هيرفع إيده هيضربه. قال لا، هي كانت بعادة ولا إيه؟ فبقول للأخ ليه كده؟ للدرجة دي؟ أقسم بالله لو خرجت الناس دي كلها وقعدت مع أبوك وأمك بس كفاية عليك. بر أبوك وأمك، مشايخ إيه؟ والتزام إيه؟ ده التزام أجوف. وأنت ليك المظاهر؟ ولا أبوك وأمك؟ استغفر الله العظيم، وخرجت لم أتناول طعاما، ويعلم الله وحده ما الذي صنعته لإرضاء الأم والأب العجوز. عشان كده بقول لحضرتك حدث أولادك وقربهم منك، وانت رايح لأبوك وأمك خدهم معاك وانحني وقبل الإيد والراس والرجل كمان. ابنك هيشوفك هيتأثر بيك هيعمل زيك. شفت البر؟ مش كلام، أفعال. أسأل الله أن يرزقني وإياكم يا ربي بر الأبوين إن شاء الله. حتى وإن مات، ما هو أبويا وأمي ماتوا، الله يرحمهم ويرحم جميع أموات المسلمين. ما العمل إذن لو مات الأبوين أحدهما أو كليهما؟ والجواب بحول الملك الوهاب في الحلقة القادمة إن شاء الله. لكن ما زال معنا وقت هنسمع فيه أبنائنا، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم بإذنه تعالى. محمد بإذن الله. هيبقى معنا أنشودة إن شاء الله بإذن الله. محمد سعد إن شاء الله، ربنا يسعدك يا محمد يا سعد يا رب. بعنوان إيه؟ لسوف أعود يا أمي. لسوف أعود يا أمي، أمك الوقت تستناك إن شاء الله. تفضل يا عسل. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي، أبوسك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك، أمرغ في سرى قدميك خدي حين ألقاك، أروي الترب من دمعي سرورا في محياك، وكم أسهرت من ليل لأركض من الأجفان، ويوم مرضت لا أنسى دموعا منك كالمطر، وعينا منك سائرة تخاف علي من خطري، ويوم وداعنا فجرا وما أقساه من فجري، محال القول في وصف الندم لاقيت من أجلي، وقلت مقالة لازلت متكرا بها تاري، محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري، محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي، أبوسك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك، أمرغ في سرى قدميك خدي حين ألقاك، أروي الترب من دمعي سرورا في محياك، فأنت النبض في قلبي وأنت النور في بصري، وأنت اللحن في شفتي، بوجهك ينجلي كدري. إليك أعود يا أمي غدا أرتاح من سفري، ويبدأ عهدي الثاني ويحلو الغصن بالزهر. جميل ما شاء الله، عسل والله يا محمد. الصحة ما شاء الله ما شاء الله. طيب بالمناسبة كده بقى، عامل إيه مع أمك وأبوك؟ خير الحمد لله. لا احنا عايزين الحقيقه، حقيقه والله، الوقت شايفيننا وسامعيننا، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم. حقيقه والله، حقيقه باذن الله، فيه بر واحسان. يعني لو ان امك يعني امرتك في اليوم 10 مرات انزل وهات لنا طلبات، هتقول لا؟ فوق راسي ده كله والله. كلام ولا افعال؟ كلام والله. هم الوقت ان شاء الله متابعينا وهيشوفونا ان شاء الله، ولو في حاجه بلغونا واحنا ارصد ودني بس ان شاء الله. لكن انت الحمد لله احسبك على خير، ولا ازكيك محترم، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك.
كذلك برضو أحمد السيد إسماعيل من أبنائنا المحترمين قوي، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب ويسعدك دنيا وآخرة. اللهم آمين. هنشوف لك عروسة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله حلو. هنتقدر إن شاء الله. طيب الوقت المتبقي في الحلقة إن شاء الله عايزين نسمع بصوتك الندي تلاوة. تلاوة. تلاوة إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. إن شاء الله إن شاء الله. الله يبارك فيك يا أحمد يا رب. برد يا مولانا ما شاء الله. أول مرة تقرأ بالتلاوة؟ اه. لا حافظ على نفسك، ربنا يحفظك إن شاء الله بإذن الله. بس أنت عايز ميتم وتشبع فيه. في الكلام ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يحفظك الله يخليك يا رب ربنا يحفظك. سيدي الأكارم انتهى وقت حلقتنا، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله مقبلة أترككم في رعاية الله وأمنه وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهد خطباء المستقبل واستبشروا بالجيل الأمثل. شاهد خطباء المستقبل واستبشروا بالجيل الأمثل. أبناء الإسلام.